هلا الندبات في 3 أنواع للندب، الندب الضخامية والندب الضمورية وندب فرط التصبغ. الندب الضخامية أو الضمورية ممكن تكون بعد الحروق أو بعد العمل الجراحي أو نتيجة أي جرح أو شخط بتتعرض له البشرة، وندب فرط التصبغ كمان ممكن تكون تالية لإلهم أو تكون نتيجة حب الشباب سوء العناية فيه أو ممكن نتيجة تخريش الجلد. بدنا نحكي كيف نعالجهم وكيف الطرق لحتى نتخلص منهم. هلا اول شيء ممكن نبلش بالندب الضخاميه، هي بتكون فرط تصنع بالجلد، فنحن بدنا نعمل ضمور بهيدي الندبه، بيكون عن طريق حقن الكورتيزون او عن طريق الليزر بالفراكشن الليزر. الندب الضموريه كمان ممكن نلجا لعلاجها بالليزر او ممكن نلجا لحقن المواد المالئه فيها. ندب فرط التصبغ فينا نبلش بالكريمات اللي بتعمل على تفتيح هيدي المنطقه، كمان فينا نلجا للتقشير عن طريق الكريمات او عن طريق الليزر. هيدا أكثر الطرق شيوعا لعلاج الندبات وأكثر الندبات اللي بنواجهها بعلاج الجلد.